تعالوا بقى للجزء العملي اللي يتعلق بموضوع السلم. عندنا الأول لازم أعرف إيه أو كيفية تحضير العينة، إزاي أنا بحضر العينة دي أو الشريحة اللي إحنا بنشوفها أو المنظر اللي إحنا بنشوفه، إزاي أنت بتاخد عينة أو أنت بتاخد عينة في الجراحة، وايه المراحل اللي هتمر بيها علشان في الاخر يجي لك التقرير بتاع الباثولوجي، او يجي لك التقرير بتاع الباثولوجي يقول لك او يشخص الديزيز اللي قدامك ايه. يبقى هنا بنستخدم حاجه اسمها مايكرو تكنيكس. مايكرو يعني دقيق، تكنيكس التحضير الدقيق، هي ميثودز يوزد تو بريبير تيشو فور مايكروسكوبيك اكزامينيشن، هي طرق تستخدم عشان احضر النسيج للدراسه الميكروسكوبيه ايا كان بقى. انا ما حددتش بقى ايه الميكروسكوب ايه. هما في 3 طرق رئيسيين بس اكترهم تشخيص واكترهم شغل، هي البارافين تكنيك اللي هي رقم 1 دي. ففي عندي الطريقه الاولانيه اسمها بارافين، الطريقه الثانيه سولويدين، الطريقه الثانيه فريزنج. ايه الاسامي دي؟ دي الاسامي اللي انا استخدمتها في التحضير. يعني البرافين ده مقصود بالشمع، اللي هو ماده الشمع نفسها اسمها برافين، والسلويدين ده ماده عامله زي السمغ، زي السمغ كده، لما نشوف السمغ اللي احنا بنشوفه ويتجمد ويبقى كده عامل زي حبيبات الغيره، ده اللي بيعرفوها لو انت رحت اشتريت من عند بتاع الحدايد والبويات غيره حبيبات، هتلاقي هو ده السمغ بيسيح بقى ويتحضر وبعد كده يستخدم. يبقى السلويدين دي ماده سمغيه بتتجمد برضه. فريزنج يعني تبريد. يبقى في عندي 3 طرق، بارافين وسلويدين وفريزنج. بارافين دي اكتر حاجه منها ان انا بستخدم الشمع في التحضير. ليه بستخدم الشمع في التحضير؟ لان النسيج اللي انا واخده او التشو اللي انا واخده من البيشنت او من الانيمال ريسيرش للابحاث، النسيج ده بيبقى طري سوفت، ما ممكن يحصل له زي ما بنجيب كده حتة اللحمة وسيبناها بره التلاجة، بيحصل ايه؟ بتعفن بتبوظ. يبقى هنا لما يحصل عفونة او بوظان، فانا لما اسيبها بره بتعفن، واذا عفنت التركيب للخلية بيتأثر بيبوظ. طب انا اعمل ايه؟ لازم اثبت الشريحة دي وامنع منها التيشو يعني، وامنع عنه العفونه، وفي نفس الوقت احوله من سوفت الى حاجه ماسكه نفسها اقدر احطها على سكينه التقطيع اللي انا بسميها جهاز المايكروتوم، هو عامله زي جهاز البسطرمه كده. لما بتروح السوبر ماركت بتقول له هات لي ربع لانشون او ربع بسطرمه، بيعمل لك ايه؟ بيحطها على جهاز، الجهاز ده اللي بيحط البلوك بقى اللي هو الكبير او ده اللي هو بتاع البسطرمه او بتاع اللانشون، بيشيله كده ويروح حطه على جهاز التقطيع، فبتبص تلاقي مطلع لك على الطبق الفويل شرايح من اللانشون او من البسطرمه. بالظبط نفس الفكره على جهاز اللي هو قدامي في الصوره ده اسمه المايكروتوم، ان انا اللحمه اللي اخدتها او التشو اللي انا اخدته بحطه في بلوك من الشمع عشان احطه على ماسك هنا اللي هو البلوك ده الشمع ده، وانزله على السكينه اللي قدامي دي اللي هي ستيل نايف، اللي هي سكينه من الستانلي ستيل ما بتصديش يعني. فلما بنزل عليها ابص الاقي شرايح من الشمع بتطلع وفيها النسيج، الشرايح ديت بتبقى فيري سين، مش زي طبعا زي حجم شريحه البسطرمه. طب انا علشان اوصل للنقطه دي واوقف النسيج كده في جهاز الميكروتون بعمل ايه؟ اخدت العينه اهي، لازم العينه دي تشو سامبل، وده عندكم فيه في قناه اليوتيوب بالتفصيل، يعني ايه مشروحه عندكم بالتفصيل، لكن هنا حسب ما هو موجود قدامنا هنا التفصيل مش موجود هنا ولا في البراكتيكال بوك. يعني انا فتحت معاكم البراكتيكال بوك لقيته بس اسامي اهي قدامنا، فلازم بس نعرف ايه هي الطريقة مع بعض نعرفها. اول حاجة سامبل، ان انا باخد عينة من التيشو ما تزيدش عن 1 سنتي مكعب طول في عرض كده، اروح حاططها فيكسيشن. يعني ايه فيكسيشن؟ يعني تثبيت، اثبتها في محلول اللي هو الفورمول سالين، اسمه فورمول سالين. يبقى فايدة الفيكسيشن ايه؟ ان انا بخلي التيشو يبتدي يبقى هارد، دي رقم 1.
رقم اتنين الفورمالين اللي انا حطيته ده، زي ما انت بتخش كده المشرحة وتلاقي الاورجان موجود في جار، والجار ده فيه فلويد، الفلويد اللي فيه الفورمالين بتبقى ريحته نفاذة. ده فايدته ايه؟ انه بيمنع عفونة التشو، ما بيخليهوش يحصل له بتريفاكشن او عفونة بالبكتيريا. فبيحصل هنا فيكسيشن للتيشو، حطيته في فورمول سالين 10%. بعد كده بدخله في مرحله بسميها دي هيدريشن، ان انا بشيل الميه بقى منه، اسحب الميه في اسيندنج جريدز من الكحول، يعني ابتدي من الكحول ببتدي من 50 70 90 100. يبقى انا هنا حطيت الكحول، فاديتي ايه؟ سحبت منه الميه. بس الكحول ده ما اقدرش احطه عليه شمع، يعني او ما اقدرش احط عليه ماده البرافين، لان انتوا عارفين ان البرافين ده دهن او فات. فلو ماده الشمعيه ديت او الماده الدهنيه دي حطيت عليها بنزين او حطيت عليها كحول هتدوب، فلازم اشيل بقى الكحول. قال لك هنشيل الكحول بعمليه اسمها كليرنج، ان انا بحطه في ماده اسمها زايلول. يبقى هنا في ماده اسمها ايه؟ زايلول. الزايلول ده بيسحب الكحول ويخلي النسيج مستعد لاستقبال الشمع. ان انا بعمل بقى حاجه اسمها امبريجنيشن، زي ما احنا شايفين كده في طبق من الساند ستيل في شمع سايح، شمع زي الشمعيه اللي احنا بنشوفها وبنقيدها في عيد الميلاد دي. فالشمعيه دي موجوده هنا، الشمع سايح اهو، وعند درجه 52 الى 60 درجه مئويه. فهنا يبتدي النسيج يتشبع بالشمع، يبقى دخل الشمع جواه، بسميه سوفت بارافين. ابتدي اخده انقله على بلوك زي ما احنا شايفين كده. البلوك ده فيه شمع اسمه هارد بارافين، اللي هو لما بينشف يتحول زي الشمع كده، والنسيج يتحول زي الخيط اللي في الشمع. فتبص تلاقي الشمعة قدامك كده ماسكة نفسها والخيط فيها، لو حطيت سكينة كده وقطعت في سكينة هتقطع الشمعة، جميلة خالص. لكن أول ما تقيد الحرارة بيبتدي الشمع ده يسيح، هو كده بالظبط. فأنا بحط في فرن علشان أكون البلوك ده، أحط التيشو أنقله من السوفت بارافين إلى هارد بارافين، وأسيبه في درجة حرارة برضو من 60 إلى 70 درجة مئوية. يبتدي النسيج يتحوط بالشمع، أروح مطلعه وأحطه في التلاجة، بعد كده يتكون عندي بلوك من الشمع وفي التيشو بالشكل ده، اللي هو بنسميها مرحلة الإمبيدنج. يبقى فيه تيشو سامبل، أخدت العينة حطيتها في فورمالين، عملت له فيكسيشن، سحبت المية منه بالدي هيدريشن، عملت له كليرنج يعني شلت الكحول وحطيت مكانه زايلول. الزايلول علشان هيستقبل الشمع كويس، حطيته السوفت بارافين، وبعدين بعد هارد بارافين. ابتدى كده البلوك عندي موجود، اقطعه بالسكينه على الستيج دي في جهاز اسمه مايكروتوم في سيكشن 7 مايكروتوم. بعد كده دخله في مرحله الستيننج او الصبغ. الستيننج احنا خدنا القاعده بتاعته ان هي بستخدم ماده اسمها هيماتوكسيلين اند ايوسين، وعرفنا ان الهيماتوكسيلين ده بيزك داي اللي هو بيصبغ اي حاجه اسيديك ستراكشر في الخليه بلون بنفسجي ازرق او ازرق بنفسجي، بسميه بيربلوش بلو زي النواه كده مثلا. والايوسين ده اسيديك داي وبيصبغ بيزك ستراكشر، اي بيزك ستراكشر في الخليه بلون احمر او بينك ان كلر، ده اللي هو اكبر مثال زي سيتوبلازم. في طبعا بعض ستراكشر ما بتصبغش بالهيماتوكسيلين اند ايوسين وعايزه سبيشال ستين زي ما احنا مر علينا في النظري زي الميتوكوندريا او جولجي. طيب تعالوا نشوف الصبغه عملت ايه. ادي هنا اللي انا شايفها ده جزء من التيشو او من الانسجه. هنا دي خليه، ادي سيل وادي سيل، 3 4 5 6 7 دول 7 خلايا او 8 خلايا. كل خليه ليها السيتوبلازم باللون الاحمر اهو بتاع الايوسين، وباللون الازرق بتاع الهيماتوكسيلين النواه، ظهرت النواه باللون الازرق اللي هو النواه بالشكل. يبقى هنا ده الشكل، هنا برضه نفس الشكل اهو، كل نقطة من النقط الزرقاء دي بتمثل نواة. لما ابص على السيتوبلازم حواليها الاقيها على حسب الايه؟ كل نقطة منها دي خلية، دي سيل، دي نيوكليوس، وحواليها نلاقي السيتوبلازم. مش كل ده سيتوبلازم، لا. طب ده ايه؟ ده فات سيلز بقى، خلايا دهنية. لما جيت صبغت بالهيماتوكسيلين اندوسين ما صبغتش الخلايا الدهنية، فاحتاجنا هنا اللي هنعرف بعد شوية اننا في سبيشالستين او صبغه خاصه هتقوم بصبغ الايه؟ الخلايا الدهنيه دي. يبقى دي القاعده ليها للصبغه بتاعت الهيماتوكسيلين اند ايوسين. طيب هستخدمها بقى الموضوع قدامي ده، هعمل بيه فحص بانهي نوع من الميكروسكوب؟ هو عندي فيه نوعين كبار،
وده اللي احنا بناخده في الاستولوجي بقى طول عمرنا لحد ما بنتخرج ان شاء الله. ولما نعمل دراسات عليا هيقول لك لايت مايكروسكوب اند الكترون مايكروسكوب. ايه اللايت؟ ال ام. ايه الميكروسكوب الالكتروني؟ اي ام. فالاختصارات دي بنستخدمها اي ام للالكترون وال ام لللايت. طيب الالكترون الشرائح اللي فاتت دي باللايت مايكروسكوب، يبقى بستخدم اللايت مايكروسكوب علشان اعمل اكزامينشن لك. طب في حاجات بقى في السيتوبلازم، يعني انا هنا السيل اهي ظهرت مع النيوكليوس، لكن السيتوبلازم انا شايف بس شايف بحيره مش شايف فيها حاجه الا اللون الاحمر، لكن انا عارف انها مليانه اورجانيلز وحاجات. مين بقى الاورجانيلز؟ ابتدي اخش على الميكروسكوب الالكتروني. ففي ترانسميشن الكترون مايكروسكوب، ده ميكروسكوب بيديني صوره ابيض واسود للاستراكشر علشان اشوف انترنال استراكشر اوف سيل، الحاجات اللي جوه الخليه، زي اشوف الميتوكوندريا بالميكروسكوب الالكتروني، اشوف الراف اندوبلازميك ريتيكول. في بقى ميكروسكوب مجسم بيديني بعد ثلاثي للاستراكشر بس من بره مش من جوه، فده بشوف السطح بتاع الخليه لكن ما بشوفش جوه الحاجه ليها استراكشر، زي المايكروفيلاي الخمالات الدقيقه، وزي السيليا اللي هي الاهداب اللي هي موجوده في بعض الخلايا. ده اللايت مايكروسكوب زي ما احنا شايفين. دي العدسه العينيه اي لينس، دي العدسه الشيئيه اوبجكتيف لينس، ده بسميه ستيج، مسرح بحط عليه الشريحه وبعمل له اكزامينيشن. عندي فيه قوتين، قوه كبيره بسميها هارد كورس ادجستمنت، وفي فاين كورس ادجستمنت. هنا في مصدر للضوء، طبعا ما عادش في مرايات ديت، ما عادش بنستخدم دلوقتي، كلها المعامل بتاعتنا تطورت وبنستخدم دلوقتي الكهرباء. فدي لمبه ليد بتدي المنظر، وهنا دي بزود او نقص الاضاءه من الجهاز، وده كوندنسر يكثف او يقلل الاضاءه. هنا بحط الشريحه واظبط الفوكس بتاعتي من هنا، ابتدي اشوف المنظر بتاع الشريحه. الالكترون مايكروسكوب ده راجل كبير قوي، وهنا قوه التكبير اللي بنسميها ريزوليوشن باور، انه ازاي يفصل بين نقطتين، يعني اتنين استراكشر جنب بعض لو المسافه بينهم 2 من 10 مايكرون اقدر اشوفها، لو اقل من كده المسافه ما اقدرش اشوفها. لازم احتاج ايه؟ الميكروسكوب الالكتروني هو الكبير ده، العمده الكبير اللي هو ثمنه دلوقتي 10 مليون و5 مليون. ده زي ما احنا شايفين حاجه كده ضخمه، بتستخدم مصدر الكترونز. هنا الالكترونز بتنزل على الشريحه اللي قدامي هنا، الشريحه دي متحضره بطريقه معينه عشان تستقبل الالكترونز واستقبل المنظر على السكرين على شاشه هنا قدامي، يا اما على شاشه الكمبيوتر ديت. فده اللي هو بقى بيدي تكبير، لو المسافه اقل من 2 مايكرون، اقل من 2 مايكرون توصل لحد 2 من 10 نانومتر اقدر اشوف الاستراكشر، يعني بشوف تكبير قوي قوي. يعني هنا في اللايت ممكن اوصل تكبير بتاعي لو العدسه الشيئيه 10 وعدسه زيتيه 100، ف 10 في 100 ب 1000، ده اقصى حاجه. طب لو كانت 20 العدسه الشيئيه، هضرب 20 في 100 يبقى 2000، 40 يبقى 40 في 100 ب 4000، يعني اقصى حاجه 4000. لكن هنا بقى في اللايت في الالكترون مايكروسكوب التكبير بيوصل عالي قوي، يوصل لربع مليون، نص مليون، حسب السعر اللي انت اشتريته بيه. طبعا هنا الصوره اللي قدامي للثلاث حاجات باللايت مايكروسكوب، ادي صوره جميله خالص اهي، الخلايا وادي السيتوبلازم احمر وادي النيوكليوس فيها. زي ما انا شايف هنا التجمع خلوي كله على بعضه للنسيج، يعني شايف قطع من النسيج لوحدها، مش شايف خليه كده لوحدها، لا ده انا شايف مجموعه من الخلايا ومش شايف التفاصيل الداخليه بتاعت الخليه. لا هنا هاخدها بقى نفس الخلايا ديت اهي واعمل لها الكترون مايكروسكوب عن طريق الترانسميشن مايكروسكوب، يبقى دخلت جوه الخليه وشفت النواه ادي اهي، وشفت النيوكليولس، شفت الكروماتين، شفت الراف اندوبلازميك ريتيكولم، شفت الميتوكوندريا، يعني انا عمال اتمشى في السيتوبلازم واشوف الحاجات جوه السيتوبلازم. شايف فوق في مايكروفيلاي اللي هي الخمالات الدقيقه. نيجي بقى الخمالات الدقيقه دي الصوره ليها، يعني سطح الخليه، اجي بقى من فوق كده واشوفها بالسكاننج مايكروسكوب اللي هو بيديني بعد ثلاثي، فانا شايف كده الاهداب او السيليا بالشكل ده. ده انواع الصور اللي ممكن تستقبلنا. طيب ادي الخليه زي ما احنا شايفين، وفيها الاورجانيلز وفيها النيوكليس، ادي النيوكليس اهي جميله، وادي الاوتر نيوكليار انفلوب والانر نيوكليار انفلوب ونيوكليار بورز،
النيوكليوس حواليها الرف اندوبلازم كريتيكولم اهو عليه الريبوزومز، ومن بعيد بيتواصل معاها السموث اندوبلازم كريتيكولم، الاقي بيتواصل مع جولجي، وجولجي يبتدي يطلع لي الفيزيكل اهي اللي هي الحويصلات اللي انا هطلعها بره الخليه. مصدر الطاقه عندي الميتوكوندريا، المنظر اللي قدامي ده اللي هو السنتريولز، كل الكلام ده اخدناه بالتفصيل لكن هنشوفه واحده واحده لنا. فعندنا السيل ممبرين، هنا بقى بنراجع على الكلام نفسه. الصوره الجميله اللي قدامي دي بتقول لي عندي تو او باي ليبيد لير، ادي طبقه من الليبيد اهي، وادي طبقه ثانيه من الليبيد. الطبقه من الليبيد دي تتكون من وحده اسمها فوسفوليبيد، لها راس ولها تيل. الراس ديت هيدروفيليك والتيل هيدروفوبيك. الهيدروفوبيك مع الهيدروفوبيك بيلتقوا في المنطقه دي، وده هنا بنلاقي الهيدروفيليك اللي هي الراس بولر يعني قطبيه، هتستقبل الماده اللي بسميها اوزميوم تتروكسيد اللي انا بستخدمها في الميكروسكوب الالكتروني. هنقول التركيب مره واحده هنا، وبعدين واحنا نمشي بعد كده نشوف ايه اللي مطلوب مننا. دي كمراجعه على فكره. هنا بلاقي في الازرق قدامي ده بروتين اسمه الترانس ممبرين بروتين او انتجرال بروتين، وفي بروتين تاني اهو موجود على السطح اللي هو ده اسمه بريفرال بروتين، يا اما من ناحيه السيتوبلازم يا اما من بره. بلاقي في الكربوهيدرات، يا اما تمسك في الليبيد الكربوهيدرات بسميها جلايكوليبيد، مسكت في البروتين اسمها جلايكوبروتين، وده اللي بيعمل حاجه بعد كده اسمها سيل كوت. سيل كوت يبقى عندي انتجرال بروتين، بريفرال بروتين، فوسفوليبيد، كوليسترول اللي هو موجود ده وبيحافظ على الفلويديتي بتاعت الممبرين، وهنا في نص التشانل بتاعت البروتين الله سبحانه وتعالى عمل فيها تشانل كنال علشان تسمح بمرور اي استراكشن من هنا للخليه جوه. الصوره اللي قدامنا ديت بقى بالالكترون مايكروسكوب اهي، دي صوره زي ما شفناها في المحاضره وفي العملي، دي خليه ودي خليه، دي السيل ممبرين بتاع الخليه دي وده السيل ممبرين بتاع الخليه ديت. لو بصينا هنا للسيل ممبرين احنا قلنا انه بالالكترون مايكروسكوب تراي لامينر اهو، ثلاث طبقات، ادي طبقه غامقه وطبقه فاتحه وطبقه غامقه. طب الممبرين الثاني اهو، طبقه غامقه طبقه فاتحه وطبقه غامقه، دي بسميه تراي لامينر. تراي لامينر يعني ثلاثي الطبقات، 2 الكترون دنس اند 1 الكترون لوس، يبقى ده اي ام اوف ذا سيل ممبرين. هنا بقى الرسم اللي معاك ده اهو، ادي الطبقه غامقه وادي طبقه غامقه وده الكترون ليوسنت، يبقى الكترون دنس الكترون دنس الكترون ليوس. ده سبيس بين الخليتين متغطي بالجلايكوكاليكس اللي هو الكربوهيدرات. هنا بقى الرسم لها، ده انت مش مطالب بالرسمه دي بس للفهم، اللي هي فوسفوليبيد وفوسفوليبيد، واللي بينهم ده اللي ايه الهيدروفوبيك. تعالوا بقى للديفرنت سيل اورجانيلز. عندي الميتوكوندريا دي رسمه لها وموجوده على النقطه، لكن تعالى نشوف الاي ام. ادي الميتوكوندريا قدامي اهي، احنا هنا لو بصينا للكتاب العملي ادي عرفنا الميكروسكوبات وعرفنا الالكترون مايكروسكوب واللايت مايكروسكوب، تمام. عرفنا السيل ممبرين، وادي الداتا مكتوب عليك اهي، ادي الاول سيل ممبرين وتراي لامينار، وادي الانتر سيلولر سبيس الفراغ بين الخليتين. عندي ادي الميتوكوندريا اراف اندوبلازم كريتيكولم، ده ميتوكوندريا دي اوتر سموث ممبرين، تمام، وانر ممبرين فولدد اللي انا بسميها كريستيا، اللي هي اي فولد من دول بسميه كريستيا. هنا بين الاوتر والانر ممبرين في سبيس اهو موجود عندي بسميه انتر نيوكلير سبيس، انتر ممبرينس سبيس، وفي سبيس كبير هنا في ماتريكس سبيس، في الكترون دنس جرانيوز اللي هي الكالسيوم اللي هو موجود لنا ده في الشرح النصري. مين اللي جنبها هنا؟ ده الرف اندوبلازميك ريتيكولم، ده الفراغ بتاع او السبيس بتاعها او الساك، وعليه الريبوزومز النقط اللي هي الالكترون دنس دي. يبقى دي اول حاجه اللي هي الايه الميتوكوندريا وفيها التركيب بتاعها اللي احنا قلناه ده. جولجي الصوره الثانيه، فاحنا هنا الميتوكوندريا ده الصوره اللي موجوده في العمل شفتوها، ادي الكريستيا وادي الجرانيولز اللي هي الكترون دنس، وادي الاوتر ميمبرين والسن ميمبرين، واللي فوق دي دايجرام لها. ادي صوره ثانيه للميتوكوندريا برضو، ادي هنا الاوتر ميمبرين، انر ميمبرين عامل كريستيا،
ده السبيس ده اللي انا واقف عليه بصبعي ده اسمه ماتريكس سبيس، لكن الفولد ده اسمها كريستيا. النقط ديت اسمها الكترون دنس جرانيولز، الكترون دنس جرانيولز، تمام. ده اللي هي الكالسيوم ايون. دي صورة تانية زي اللي احنا شفناها، مفيش جديد يعني، بقينا شاطرين خالص ونقدر نتعرف عليها. دي الرسمة بتاعتنا برضو سهلة. تعالوا للرف اندوبلازميك ريتيكولم والسموث اندوبلازميك ريتيكولم. دي صورة دايجراماتيك توضيحية. ده الرف عليه الريبوزومز، وزي احنا شايفين كياس مفلطحة. ده سموث عبارة عن انابيب ومش عليه ريبوزومز. هنا لو بصينا بالصورة بتاعتنا، دي الريبوزومز اهي، بسميها بولي ريبوزومز على السطح بتاع الرف، لكن السموث تيوبيلر ومش عليه اي حاجة. في الترانسميشن الكترون مايكروسكوب اهو اللي انا شايفه ده انديكيت سيسترني. يعني ايه سيسترني؟ يعني الفراغ اللي هو بيتكون فيه البروتين اهو. ده كله انا ماشي فيه ده فراغ او كيس. وهنا بنلاقي على السطح الريبوزومز، ادي الريبوزومز هي على الاوتر سيرفيس بتاع الممبرين. وزي ما قلنا ده ممبرين واحد، ده ممبرين واحد. لو مشينا معاه في الصوره اللي فاتت ديت هلاقيه ماشي اهو، يبتدي دي رقم الصفر اهو، اهو ماشي اهو الممبرين ولافف وعمل اللفه دي كده. شوف انا ماشي في وان ممبرين واداني الشكل ده، مش تو ممبرينز، لا هي وان ممبرين. ليه؟ وحاجز بينهم الايه؟ الفراغ اللي انا بسميه ايه؟ سيستر. هنا دي طبعا دي ميتوكوندريا، علشان برضو لو سألنا عليها. طيب الصورة تانية تكبير برضو جميلة اهي، ادي السيسترني وادي الريبوزومز الكترون دنس على السطح من بره. ده اللي هو الرف اندوبلازميك ريتيكول. بنلاقيه ده بيظهر في اللايت مايكروسكوب ازاي؟ قلنا ما يدل على وجوده، ما يدل على وجوده، ولكن ما اقدرش ان انا اشوفه بنفسه. زي الصوره اللي قدامي دي باللايت مايكروسكوب انا شايف الخليه النيرف سيل، شايف النواه اللي احنا لسه درسينها دلوقتي، ان النواه دي بنسميها مون فيس او اوبن فيس او فيزيكولار، يعني النواه فاتحه عشان ده كلها يو كروماتين، ودي النيوكليولس بتاعت النواه. طب مين بقى اللي بره ده؟ السيتوبلازم مزرقه قوي وكله حبيبات، بسميها نيسلز بادي. دي انديكيتد لمين؟ لوجود رف اندوبلازميك رايبوزومز كتيره. ده انديكيت رف اندوبلازميك رايبوزومز كتيره. ده اللي هو مين؟ الرف. طب السموث بقى؟ طبعا السموث عشان بيظهر انابيب، فانك انت في الانبوبه لما تيجي تقطعها هتبقى دائريه بالشكل ده، يبقى هي عباره عن دوائر بالشكل ده، صغيرة أو كبيرة حسب القطاع بتاعي. وزي ما أنا شايف السطح بتاعها ناعم، مفيش أي ريبوزومز عليها، يبقى ده الشكل الإي إم بتاع السموث أهو، دواير من الممبرين نو ريبوزومز، مفيش أي ريبوزومز قاعد على السطح بتاعها. ده اللي هو سموث اندوبلازميك ريتيكول. ده هنا كومباريزون بين الاتنين، زي ما احنا شايفين ده صفائح أو فلات وعليه الريبوزومز، لا ده دي عشان هي تيوبيلر، فكانك بتقطع الانبوبه اللي هي انبوبيه دي بتظهر راوندد بالشكل ده، وادي مش عليها ريبوزومز، يعني الدنيا غيرها خالص مختلفه في الصوره. ده هنا كومباريزون بين الاثنين، وده مهم قوي بنيجي في الاسئله الشورت، يعني ان الرف السموث شورت انستموزنج تيبيولز، ده السموث، وفي فيزيكال يعني زي تظهر كالحويصلات، يعني انا هنا دي لما اشوفها كده زي الحويصله، كيس كيس حويصله فاضيه. هنا انتر كونكتنج فلاتن دي ساكس، اكياس مفلطحه والكياس دي فيها فراغات بسميها سيسترني. على سموث نو ريبوزومز، على الرف في ريبوزومز على الاوتر سيرفيس بتاع الممبرين. هنا في السيتوبلازم بتظهر لونها احمر زيها زي السيتوبلازم اسيدوفيليك، لكن هنا بتخلي السيتوبلازم لونها ازرق لان علشان عليها ريبوزومز اللي بيحتوي على ريبونيوكليك اسيد. طبعا هنا الفانكشن ليبيد ستيرويد سينثيسيس ديتوكسيفيكيشن جلايكوجين ميتابوليزم، هنا الفانكشن بروتين اند انزيم فورميشن. جولجي بقى وعم جولجي ده اللي احنا عرفناه، عندي في تو سيرفيس اهو، اكياس مفلطحه اسمها فلاتن ستوكس، في سيس فيس اللي هو ده هيستقبل الترانسفير فيزيكل اللي جاي من الرف اندوبلازم كاتيكولام، وتصب في اكياس جولجي اللي هي مبططه في النص ومفلطحه او منفوخه او بادنج من بره،
علشان البادنج ده او البروز ده هيطلع سكريتوري فيزيكال من السطح اللي هو مقعر ده اللي احنا بنسميه ترانس فيس. والفيزيكال اللي طالعه دي بسميها سكريتوري فيزيكال. المنظر ده فين هنا بقى؟ ادي الفلاتد ستوكس اهي اللي هي دي اللي قدامي دي كلها. اللي جاي من ورا دي الحويصلات اللي جايه ورا دي ترانسفير فيزيكال اللي هي دي جايه من رف اندوبلازم كريتيكال. طب واللي خارجه من قدام من السطح اللي قدام ده اللي هو الماتيور فيس ده نسميها سكريتوري فيزيكلز اللي هي هتطلع بره الخليه. ده صوره ثانيه للجولجي. هنا بقى في الرف اندوبلازم كريتيكال اهو وعليه الريبوزومز. الرف اندوبلازم كريتيكال مكون الماتيور بروتين اتنقل بالترانسفير فيزيكال راح للاماتيور سيرفيس بتاع الجولجي اللي هو سيس فيس دخل جوه هنا وحصل فيه موديفيكيشن للبروتين خرج من الناحيه الثانيه كسكريتوري فيزيكال اللي هي شايله السكريشن والموديفيكيشن اللي تطلع بره السيل. ده برضو صوره ثانيه تكبير لها مكبره نفس الكلام. لو بصينا للبوك بقى هل جايب لي جولجي نفس الكلام اهو ادي الراف اندوبلازميك ريتيكولم اكتبوا على دي راف اندوبلازميك ريتيكولم ده اللي جاي ده اسمه ترانسفير فيزيكال اهو واللي جاي ده وصاب فيه وداخل فيه ده اللي هو الجولجي. حصل ايه في الجولجي موديفيكيشن؟ حصل بادنج بعد كده بروز طلع كالناحيه الثانيه من السطح المقعر ده اللي هو ماتيور فيس اللي هو بنطلع كسكريتوري فيزيكال. يبقى ده سيس فيس وده ترانس فيس. ده هنا بقى لو كانت موجودة نشوفها في الجزء ده. ان هنا بشوف الجولجي بقى باللايت مايكروسكوب بسبيشاليستين. لكن هنا الاول هنا الخلية اللي قدامي دي خلية بلازما سيل سابقها بالهيماتوكسيلين اند يوسين. فببص في البلازما سيل ادي النيوكليس وادي النوايا النيوكليولس. السيتوبلازما ازرق اهو لكن في منطقة جنب النواة منطقة فاتحة اهي فاضية ما فيهاش الصبغه مش متاخده بيها دي بنسميها نيجاتيف جولجي ايمج ودي شرحناها في النظري. يبقى هنا دي اسمها السهم ده نيجاتيف جولجي ايمج. طب قال لك انا عايز اشوفه قال لك نصبغه بالسيلفر. ادي السيلفر يظهر عندي خليتين اهو ادي خليه اهي وادي النيرف سيل وادي النواه مكان ظهور النيوكليوس. طبعا ما صبغتش علشان ما استخدمتش صبغه الهيماتوكسيلين اند يوسين. هنا دي كل دايره من دوائر دي خليه بنسميها نيرف سيلز. السيتوبلازم لونه ابيض برضو ما سبقش لكن النقط البني الصغيره اللي انا ماشي عليها دي كلها مكان جولجي. طيب هنا بقى في الابيديديمس اللي هو في الصوره عندكم في البوك اللي هو ده البربخ او جزء مين من الجينيتال. دي سيل جنب سيل جنب سيل جنب سيل جنب سيل كل سيل لها السيتوبلازم ولها النيوكليس ولها جولجي بتاعها. بس هنا انا مش هسبغ النيوكليس ولا هسبغ السيتوبلازم هسبغ جولجي بس اللي هو هيظهر ايبيكال فوق هنا. يبقى جولجي ايبيكال امبوزيشن اهو فوق في الحته ديت في الخلايا دي. فهنا ده اليومن اللي ماشي فيه سبيرم الحيوانات المناعه على فكره شايفين الاهداب دي اسمها ستيريوسيليا. اللون الابيض اللي انا شايفه في كل نقطه بيضاء دي مكان النواه ما اتصبغتش نوت ستيند. ايه نوع الابيسيليوم ده اللي قدامي ده اسمه سودو ستراتيفايد كولامينر ابيسيليوم وذ ستيريوسيليا. ستيريوسيليا يعني اهداب غير متحركه وهنعرف الكلام ده بالتفصيل لما نروح للشابتر بتاع الابيثيليوم. الصوره الثانيه هذا جولجي اللي احنا شفناه في النيرف سيل في الشريحه اللي فاتت. ادي مكان النواه نيوكليس ادي جولجي هو النقط البني دي سيتوبلازم لونه ابيض. دي سيل ودي سيل ودي سيل ودي سيل ودي سيل. يبقى هنا جولجي اراوند ذا نيوكليس ده مكان النواه نوت ستيند وادي نيرف سيل دي كلها على بعض. طب ايه اللي بينهم ده؟ ده ريتيكولار فايبر. ريتيكولار فايبر ناخده في الكونكتيف تيشو. نيجي بعد كده نشوف هنا في العملي في حاجه تانية قبل ما نسيب العملي ده. هنا بقى حاجه من الموديفيكيشن للسيل ميمبرين اللي انا بسميها مايكروفيلاي او من السيتوسكيليتون من الهيكل بتاع الخليه. يعني احنا هنا قلنا السيتوسكيليتون هو الذي يصنع الهيكل بتاع الخليه. فانت جسمك قلتك الهيكل بتاعها السكيليتون. طب دراعاتك اللي طالعه دي مش برضه سكيليتون ولازم حاجة تسندها وتمشيها؟ هنا في الخلية دي عليها في السطح من فوق حاجة بنسميها مايكروفيلاي. مايكروفيلاي خمالات دقيقة.
وهناخدها بالتفصيل في الابيسينيوم برضو. تتكون من فيلامنت اهو الياف زي عمود البناء، يعني لما بنيجي نبني عمود العمود ده اللي بنبنيه عباره عن ايه؟ مسلح او حديد مسلح، وبصب عليه الاسمنت. هو ده الحديد المسلح اهو، ده الحديد المسلح عشان اوقف العمود ده اللي هو المايكروفيلاي الخاملات الدقيقه، لازم احط جواها مايكروفيلامنت تمام. والمايكروفيلامنت ده بعمل له قاعده تحت بسميها تيرمينال ويب، ادي البلازما ميمبرين، دي ميتوكوندريا، وفي النص بقى بلاقي ايه برضه فيلامنت تاني اتخن شويه من ديت بسميها انترميديت فيلامنت. شوف الكومباريزون، لان ده ثين فيلامنت ده انترميديت فيلامنت. وبلاقي في انبوبه هي جايه بقى، مش فيلامنت مش خيط، لا ده انبوبه، انبوبه ولها اليومن اهو صغير ومفتوحه اهو، ده بنسميها مايكرو تيبيولز. يبقى السيتوسكيلتون يا اما مايكرو فيلامنت يا مايكرو تيبيولز. الصوره ديت بتوضح لي ان هو بيتكون من وحده اسمها التوبيولين اللي انا واقف عليها دي كده مع بعض، اسمها الفا وبيتا. يبتدي يلف في حاله مغزليه سبايرالي سبايرالي سبايرالي، عمال يلف، فكون لي اليومن وكون لي جدار. يبقى التوبيولين يونت بتاعتي اللي هي بتظهر في بعض الستيننج بالاميون وفلوريسنت، دي بالميكروسكوب الفلوريسنت، فظاهره اشوف الالياف ظاهره ازاي جوه الخليه. ده هنا بقى الفيلامنت اللي هو مش انبوبه، لان ده عامل زي انبوبه لها اليومن ولها هو، لكن ده عباره عن خيط، خيط بيتكون ده في منهم ثلاث انواع الخيوط دي، اللي هو الفيلامنت ده في مايكرو اللي هو ثين، وفي ثيك اللي هو المايوسين، وفي انترميديت اللي هو زي الفيمنتين والديسمين والكيراتين. هنا ادي الاكتين بيتكون من واحده بروتينيه اسمها جي اكتين، جي مع جي مع جي بيديني زي السبحه كده او زي العقد اللولي اللي قالوا لي عليه. فهنا بنلاقي اللولي ده المرصوص، هنا ما فيش بقى اليومن ولا في جدار، ده عباره عن خيط من الانبوبه له. لو حصل تخن شويه ومسكت كذا لير مع بعض اهو شايفين، فبيديني المنظر ده تخين اهو، ده بنسميه انترميديت فيلمنت، اتخن شويه، ده 10 نانومتر وده 7 نانومتر نانو مايكرو. هنا المايكرو توبيول زي لها شايفين اليومن، وادي الجدار بتاعها. الفيلامنت زي ما احنا قلنا ده بيبقى 25 نانومتر ان دايمتر، ده في الاكتين فيلامنت 7، ده بقى الانترميديت اتخن شويه 10 زي ما احنا شايفين، ده مش اليومن، ده اللون ازرق فاتح اللي هو بتاع القلب بتاع الخيط ده. ده هنا تكوين بقى، ادي الوحده بتاعتي الفا وبيتا توبيولين، ابتدي ارصهم بالشكل ده، عبارة عن 13 وحدة، لو عديناهم كده هنلاقيهم 13 في الكروس سيكشن، 13 دول قعدوا عملوا الدايرة دي اللي أنا شايفها، تبتدي دايرة تانية جنبها، دايرة تالتة، رابعة، خمسة، فكون أنبوبة لها اليومن ولها الجدار. المنطقة اللي بكون بقى منها، لأن المايكرو توبيولز دي منها نوعين، لابايل وستيبل. يعني إيه لابايل؟ يعني بيتكون أثناء الاحتياج، فأنا عايزه أحتاجه إمتى؟ لما اعمل الخيوط المغزليه مثلا اثناء السيل ديفيجن. طب خلصت السيل ديفيجن لازم افك الخيوط، يبقى اذا هنا علشان اكون الخيوط دي فبيبقى في حاجه اسمها بوزيتيف اند، احط عليها مين؟ التوبيولين. طب لو عايز افكها باجي من الناحيه الثانيه افك بقى، بسميها نيجاتيف اند. هنا برضو الشكل اللي قدامي ده عباره عن عد كده الوحدات دي، يعني كل ما هنا النقطه دي هي النقطه البيضاء دي، الدايره دي بتاعت التوبيولين هي النقطه البيضاء دي، فلو عديت النقط البيضاء حليهم 13 نقطه، يبقى ده هنا الالكترون مايكروجراف للمايكرو توبيولز، يبقى هنا المايكرو توبيولز واحده، وشايف الالكترون بيكتشر بتاعها تتكون من 13 نقطه من التوبيولين اللي نسميها 13 بروتو فيلامنت. التوبيولين في الفا وبيتا الاثنين مع بعض كده زي حبايه الفاصوليا دي، حته زرقاء وحته بنفسجي، ده بنسميها التوبيولين دايمرز. يبقى اذا التوبيولين دايمرز مختلفين في الدايمرز، يا اما الفا وبيتا توبيولين يونت. هنا بقى التوبيولين دي الانابيب دي انا هاخد دي كان تركيب الانبوبه الواحده، انا هنا بقى هاخد بقى انابيب كلها على بعضها واحطها في استراكشر بالشكل ده. الاستراكشر ده بسميه سيليا، بسميه ايه؟ سوري سنتريول. السنتريول ده الجسم المركزي.
ادي سنتريول وادي سنتريول، فهقول عليهم الاثنين ايه؟ سنتريولز، اس عشان اثنين. كل واحد منهم فيه كام انبوبه؟ شايف الانابيب بتاعت الميه اللي فيها دي؟ ادي 1 2 3، اضرب 3 في كام؟ واحده 9، يبقى الاقي 27 انبوبه، 27 مايكرو تبيولز. مترتبين ازاي؟ في ثلاثيات، ادي تريبلت، ادي 1 تريبلت، 2 3، يبقى في 9 9 تريبلتس اوف مايكرو تبيولز، يبقى اقول عليها 9 تريبلتس اوف مايكرو تبيولز كونت مين؟ واحد سنتريول. السنتريول الثاني كذلك نفس الكلام. السنتريولز دول مش موجودين لوحدهم، بيبقى جنبهم حاجه بنسميها مايكروتوبولار اورجانيزنج ريجون. يعني ايه مايكروتوبولار اورجانيزنج ريجون؟ جنبها وحدات من التوبيولين اللي هي دي، اللي هو ده، الاقي في جنبها وحدات من الوحدات دي اللي انا بحتاجها علشان اكون الميتوتيك سبيندلز. فلما اتنين دول اللي هو التوبيولين ده زائد السنتريول موجود حواليه، التوبيولين ده حوالين السنتريول، فبسمي في هذه الحاله ده اسميه سنتروزوم. اسميه ايه؟ سنتروزوم. يبقى ما هو السنتروزوم؟ هو اتنين سنتريولز زائد مايكرو تيوبولار اورجانيزنج سنتر او ريجن. طب والمايكرو تيوبولار اورجانيزنج سنتر او ريجن فيها ايه؟ فيها ايه من جوه المايكرو تيوبولار اورجانيزنج ريجن؟ فيها التوبيولين اللي انا حابني بيه توبيولين يونت، اللي انا حابني بيه ايه؟ المايكرو تيبيولز. اخد بقى صوره اي ام ليها، ده هو 2 سنتيرولز، ده لونجيتودينال سيكشن. هنا بقى واحد من السنتيرول، تعال نشوف في ايه. ادي مايكرو تيبيول، مايكرو تيبيول، مايكرو تيبيول، الثلاثه دول اسمهم ايه؟ تريبلت. كم تريبلت؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى 9 تريبلتس اوف مايكرو تيبيولز. يبقى هنا وفي السنتر فاضي، مفيش اي حاجه عندنا في السنتر. هنا نفس الكلام اهي، ادي الثلاثيه اهي ظهرت قدامي، هم اهو المنظر جميل خالص. تريبلت، ادي التريبلت. التريبلتس دي بتتكون من ثلاث دوائر اهي، ولما شرحناها في النظر قلنا في دايره كامله اهي، الدايره الكامله دي بسميها ايه؟ تليها دايره ثانيه بحرف السي بسميها بي، دايره ثالثه بسميها سي، فبتظهر بالشكل كده اي بي سي. الثلاثه دول اسمهم مايكرو تيبيولز. اللي هو كل واحده بقى من المايكرو تيبيولز، شايف النقطه البيضاء دي؟ دي بروتو فيلمنت اللي هو التيبيولين، هلاقيها هنا 13. طب والثانيه؟ نعدها كده اللي هي حرف سي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، امال فين ال 13؟ اخد 3 من دي، 11 12 13، يبقى كملتها. اللي وراها كذلك اللي هم 10 ومشاركه 3، يبقى عندي سي مشاركه بي في 3 وبي مشاركه اي في 3 علشان تكمل ال 13 بروتوفان. احنا هنا دي كلها المنظر بتاعنا. في بعض هنا استاذ مش عايزين نلخبطكم مع بعض يعني في المنظر الدايجرام، لكن نحفظ انها بس تريبلتس اوف مايكرو تيبيول. المنظر ده معانا في الكتاب العملي اهو، ادي تريبلتس اوف مايكرو تيبيولز. النقطه الصغيره دي بسميها بروتو فيلامنت اللي هي الفا اند بيتا تيبيولين، ودي كلها على بعضها اي ام اوف سنتريول. دي بقى مايكروفيلاي. مايكروفيلاي، المايكروفيلاي لها ثلاث حاجات، لها شافت فوق الخليه فوق، ولها بيزل بودي اللي بيكونها، وتحت حاجه مغروزه في السيتوبلازم اسمها روتليتس. يبقى في ثلاث حاجات للاهداب، ساب الجسم البيزل، وتحتها في ايه؟ الروتليتس. الروتليتس ده مغروس في السيتوبلازم تحت، مش باين هنا معايا، او هو يمكن ناخد الجزء اللي هو اللي انا واقف عليه بصبعي ده. الشافت لما اخد فيها تي اس هلاقي فيها ايه؟ هلاقي من بره السيل ممبرين، ده السيل ممبرين. وبص بقى هنا على الحرف ده، لو بصينا هنا في العمل يمكن جايبينها الصوره اوضح هنا اهو. هنرجع للمايكروفيلاي تاني، لكن انا عايز اشوف السيليا. اهي يبقى السيليا هنا في الرسمه اللي قدامي في شافت اهي، الشافت دي حواليها السيل ممبرين، والمايكروتوبيولز قعدوا في ثنائيات دبلت دبلت اهم، اتنين 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 دول اهم، A وB، A كومبليت 13 بروتو فيلمنت،
بي 10 ومشاركه 3 من هنا، يبقى ايه وبي. في هنا بقى ده محاط بالسيل ميمبرين، انا واخد تي اس الصوره دي في الشافت نفسها. في عندي الاصفر في النص هنا كان في السنتريول فاضي ما فيهوش حاجه، لا هنا ظهرت حاجه بنسميها سنترال مايكروتوبيولز اسمها سنجلتس. سنجلتس بيحاط السنجلتس بغشاء اصفر اسمه سنترال شيث. سنترال شيث ويجي من ايه اهي، شايف ايه مكبرينه، يطلع منها دراع كده بسميه ريديال سبوك. كام ريديال سبوك؟ عليهم 9 ريديال سبوكس. وكام هنا دبلت قدامي؟ الاثنين دول A وB دول بسميهم دبلت، 9 دبلت، يعني كانت في السنتريول 9 تريبلتس، في السيليا 9 دبلتس. يبتدي بعد كده يطلع من الدراع حاجتين كده في الجنب، دراعين كده في الجنب بيحملوا ادينوسين ترايفوسفاتيز اسمها داينين، ويطلع من A دراع بنفسجي اهو، ده بسميه نيكسين، بيمسك مع B اللي بعديها، A تطلع نيكسين يمسك في B، A يطلع نيكسين يمسك في B. ده كان مين؟ الشافت. طب لو نزلت للبوزال بودي، البيزال بودي نفس الاستراكشر بتاع السنتيون 9 تريبلتس اوف مايكروتوبيولز. طيب الروتلتس اهو شوف متفككه ازاي، اللي هنا بنسميها نون اورجانيزنج، يعني مش ظاهره بطريقه هندسيه زي اللي فوق. فلما حد يسمع منكم نون اورجانيزنج يعني ايه؟ او ان اورجانيزد، اهو شايف يعني المايكروتوبيولز متفككه تحت اهي، كل ده توبيولين يونت، وادي الروتلتس متفككه اهي ومش واخده الشكل بتاع الايه الساكش. طب انا لو خدت تي اس في الحته دي، النقطه اللي انا واقف عليها دي، تظهر لي اللي انا تظهر لي الحته دي اللي هي ايه الروتلتس، اللي هي الاقيهم سنجل بقى، 9 سنجل، 9 سنجل من الانابيب، لان هنا في اللي فوق هنا لما جينا في البيزل بودي احنا قلنا كان في 9 تريبلتس، فاتنين بيطلعوا فوق يكونوا الشافت وواحده بس بتنزل تحت تكون الروتلتس. يعني لو اعتبرنا هنا الاي وبي وسي، فA وB بيطلعوا لفوق يكونوا الشافت، C بتنزل تحت تكون الروتلتس، وهي نازله تحت ظهرت المنظر ده اللي هو في الرسمه دي. فهنا الرسمه دي بتقول روتلتس، فممكن بعضكم يكون بعت لي الصوره دي، هنا بقى توضيح وهنا اي حاجه كنت قلتها مش مظبوطه في المره اللي فاتت، لا هذا الكلام المظبوط العلمي اللي هو بيحدثني عن الصوره دي، ان هنا الروتلتس انا خدتها في القطاع ده اللي هو في المنطقه دي اللي انا واخدها تحت السنتريول كده، لان هنا نزل منهم 9 طلعوا فوق، 2 طلعوا فوق، وواحده بس نزلت تحت فتفككت وادتني بالشكل ده اللي هي الروتلتس. دي تكبير لها نفس الكلام، ادي السيل ميمبرين، ادي 9 دبلتس A و B. من A دخل في 2 سنترال سنجلتس حواليهم السنترال شيس، ريديال سبوكس، داينين الاحمر البنفسجي اللي هو نيكسين اللي هو بنعملها له. دي ايه؟ لايت مايكروسكوب للسيليا، شوف عامله زي الفرشه بتاعت الشعر كده او الفرشه بتاعت الدهان، يبقى بتظهر ك بنقول عليها براش بوردر، براش بوردر. وعلى فكره البراش بوردر للسيليا وللمايكروفيلاي اللي احنا هنقولها دلوقتي، يبقى للسيليا وللمايكروفيلاي، يبقى المسمى ده يشارك فيه 2 سيليا ومايكروفيلاي اللي هو براش بوردر ده باللايت مايكروسكوب. هنا بلاقي فيه السيلز او الخلايا عندي، كل واحده منها دي سيلي دي خليه، فالخلايا دي اسمها سيليتد سيل ودي سيليتد سيل ودي سيليتد سيل، فكل سميت سيليتد لان عندها سيل، فبتظهر كراش براش بوردر. الخليه اللي احنا شايفينها قدامنا دي او الخلايا فيها نوعين من الخلايا، الخليه دي اللي هي كولامينر سودو ستراتيفايد كولامينر، ودي خليه بسميها جوبلت سيلز. فهنا المنظر قدامي دي ده اي ام اهو، ظاهر عندي المايكروفيلاي سوري السيليا باللايت مايكروسكوب، وادي هنا الشافت دي، وادي السيل ميمبرين اللي انا ماشي عليه بره الخط الرفيع ده، جوه دي المايكروتوبيولز، ادي البيزال بودي اهو هنا. شايف بقى ان الروتلتس ازاي ملخبطه اهي، الدنيا ملخبطه في الروتلتس تحت. البيزال بودي هنا في الحته دي، دي تي اس في الشافت، ادي السيل ميمبرين، وادي الدبلتس سنجلتس ريديال سبوكس، ده ظاهرين لها كل واحده منهم نفس الايه الاستراكشر. هنا دي دايجرام بنعيد نفس الكلام بتاعنا. ارجع بقى للمايكروفيلاي في الصوره بتاعت المايكروفيلاي، او قبل ما اسيب السيليا نشوفها في كتاب العملي ايه، اهو نفس الكلام، ادي الشافت او ذا سيليا، ادي البيزال بودي،
وشفت لنا الستراكشر بتاعها اللي هو ده. نيجي هنا في صورة للعملي برضو، نطلع للكلاس بتاع العملي نشوف عندي اللي هي بقى المايكروفيلاي. المايكروفيلاي باللايت مايكروسكوب تشبه السيليا، والاثنين بنسميهم براش بوردر. بسموهم ايه؟ براش بوردر. يبقى فيلاي اند مايكروفيلاي. ايه معنى كلمة فيلاي ومايكروفيلاي؟ ده جدار الامعاء، ده جدار المعدة الانتست، سوري الامعاء اللي هي الانتستين. جدار الامعاء لو انا قست النقطه دي للنقطه دي هلاقيها مثلا حوالي 15 سم. لا، انا عايز المسافه دي ما تبقاش 15، انا عايزها متر ونص. قال لك ايه؟ الله سبحانه وتعالى هيعمل لك فولد. شايف الفولد ده؟ الفولد ده اسمه تعريج او فولد. الفولد ده بيجي عليه، شايف بقى تعريج تانية، يعني الفولد ده يجي عليك تعريج تانية اهي. شايف التعريج التانية؟ هاخدها اهو. يبقى انا على سطح الفولد شايف تعريج اهي. التعريج ده اسمها فيلاي. اسمها ايه؟ فيلاي. خمالات، مش خمالات دقيقه، لا خمالات. جوه الخمالات بلاقي الاوعيه الدمويه، والاقي اللاكتيل اللي هيمتص الاكل، والاقي عليها السطح اللي فوق ده متبطن بخلايا. الخلايا ديت انا مسكت سطح خليه واحده، يعني اخد خليه كده واكبر السطح بتاعها، الاقي عليه زودت السطح بتاعها برضو بالمايكروفيلاي. يبقى المايكروفيلاي زياده في السيرفيس بتاع الخليه. مايكروفيلاي زياده في السيرفيس بتاع الخليه. يبقى انا زودت السيرفيس اهو. لو انا اختخلت ان السطح ده مش عليه مايكروفيلاي هيمشي بالخط كده، لو مش عليه مايكروفيلاي اقيس المسافه 15 سم. لا، ده انا عايزها متر ونص. شوف بقى، همشي كده السيل ممبرين يطلع فينجر لايك بروسيس، الزوايد اهي، الف معاها زي ما انا لافف، عمال الف. الكلام ده هاخده تاني بالتفصيل في الابيثيليوم اهو. ده الاقي كل خليه عليها الفولد توصل لمتر ونص في نفس المسافه بتاعت المتر. يبقى ده على سطح الخليه، يبقى المايكروفيلاي على سطح السيل بزود بيها السطح، لكن الفيلاي على مستوى الميكوزا اللي هي الكونكتيف تيشو اللي موجود تحت، اللي انا بسميه لامينا بروبريا ديت. فبدي فولد اهو، والفولد ده متغطي بخلايا، وكل خليه منهم فيها الكراكترز دي اللي هي مايكروفيلاي. يبقى هنا ده اللي هو بنسميها فيلاي ومايكرو فيلاي. طب انا هنا اخد الفيلاي دي واشوفها برسمة. طبعا الكلام ده هناخده بالتفصيل، لكن هنا اتشرح بالتفصيل لكم، لكن هنقوله برضو علشان احنا اخدناه في العملي. ادي السيل ممبرين طلع عمر بروز اسمه فينجر لايك بروجيكشن، تمام. وزي ما قلت لكم بحط بقى فيه الحديد المسلح علشان اوقفه. الحديد ده اسمه اكتين مايكروفيلامنت. ولما تشوف الحداد وهو بيشتغل مع الحديد ده، تبص تلاقيه يجيب سلك ويربط الحديد ده مع بعضه بالعرض. السلك بقى واللي جاي برابط الحديد ده اسمه كروس لينك اكتين بيندنج بروتين، يعني بروتين يشبه المايكروفيلامنت بيمسك الاكتين مع الاكتين. شوف، ماسك الاكتين ده مع الاكتين ده اهو ده. وفي نفس الوقت يجي مايوسين اهو اللي هو الاخضر ده، يمسك الاكتين مع السيل ممبرين. يبقى السيل ممبرين الاكتين ده اللي هو الرفيع ده ممسوك في السطح فوق على الكاب بتاع الخليه، ونازل اهو الاكتين مغروس بقى في فيلامنت جايه بالعرض الخليه من فوق في السطح العلوي من الخليه من فوق. ده بسميه تيرمينال ويب، هو نوع اسمه انترميديت فيلمنت، يبقى اتخن من الثين فيلمنت اللي هو الاكتين. يبقى الاكتين ثين وهو في قلب المايكروفيلاي، وفوق على السطح فيلمنت اتخن بسميه انترميديت فيلمنت. ادي السيل ممبرين اهو، واللي جوه ده في قلبه اللي هو اكتين فيلمنت. طيب ده بالنسبه لدايجرام توضيحي. طب دي صوره اي ام اللي هي فوق دي. طب اللايت مايكروسكوب هو والسيليا قلنا واحد، تظهر كبراش بوردر فرشة. ما اقدرش اميزها اقول دي مايكروفيلاي ولا سيليا الا اذا كنت عارف السايت انا واخدها فين. يعني انا لو واخد في الانتستين دي اعرف ان دي مايكروفيلاي، لكن لا انا يبقى انا عرفتها من السايت بتاعها انها مايكروفيلاي. لكن الاثنين السيليا والصوره اللي فاتت اللي هي الصوره والمايكروفيلاي الاثنين واحد، بيظهر له كبراش بوردر، كبراش بوردر ظاهر لنا. هاخد تي اس بقى، انا قطعت العمود ده بالعرض، ما هو ليه صوره بالطول اهي، اهي بالطول اهي سطح الخليه اهي، فده كلها مايكروفيلاي اهي، مايكروفيلاي.
وادي الخلايا ممسوكين مع بعضهم البعض بجانكشن في تواصل هنا، دي ميتوكوندريا. فلما اخدها تي اس اروح اقطعها كده بالعرض تطلع الصوره اللي فوق دي، تطلع الصوره اللي فوق دي، فهنا بلاقي قطاع تي اس في المايكروفيلاي لها السيل ميمبرين ب 2 الكترون دنس اند 1 الكترون ليوسنت، والنقط اللي جوه دي هي النقط بتاعت المايكروفيلاي، هي المايكروفيلامين اللي انا كنت شايفها في الدايجرام ده، اللي هو النقط دي، النقط هي الاكتين فيلامين. يبقى ده اقول عليها تي اس اوف مايكروفيلاي، تي اس اوف مايكروفيلاي. التانية اللي هي ال ال اس دي ب ال اس، دي صورة تانية برضو لل ال اس للمايكروفيلاي اهي، ده تيرمينال ويب اللي هو الغامق ده، اللي هو الانترميديت فيلامنت اللي احنا قلنا عليهم انترميديت فيلامنت، ده السيتوبلازم، ده دي خليتين جنب بعض، دي خلية شمال اهي وخلية يمين، منهم تماسك اسمه سيل جانكشن او بلازما ممبرين بتاع الخلية. ده صورة بيهم. دي هنا الاتنين بقى ال اس اهي بالطول عامله زي الصوابع اهي، واحد مادة صوابعه، وهنا تي اس قطعت الصوابع دي بالعرض، يبقى هنا ده محاطه بالسيل ميمبرين والمايكروفيلاي. يبقى ده كان المايكروفيلاي بتاع الايه الخليه، وعرفنا الفرق بينه وبين تركيب بين السيليا. بس السيليا بتتكون مايكروتوبيولز، المايكروفيلاي تتكون من فيلامنت. هنا بقى انكلوجن، عرفنا انكلوجن دي مخازن بخزن فيها الفات او الليبد او الجلايكوجين. ايه الجلايكوجين ده؟ الجلايكوجين ده كربوهيدرات، سكر، نشويات، عايز اخزنها جوه الخليه، دي خليه ودي خليه ودي خليه. قال لك لما باجي بصبغها بالهيماتوكسينين ادريوسين بتدوب اثناء البريباريشن، فتسيب مكان الجلايكوجين فاضي، فهنا الخليه تظهر كان السيتوبلازم فاضي، لكن الفضا ده مش فاضي، ده مليان جلايكوجين. قال لك هنحط لها صبغه خاصه بيها اسمها بيستسكارمين. البيستسكارمين هيصبغ الجلايكوجين باللون الاحمر الغامق ده، يبقى اللون الاحمر الغامق ده جلايكوجين، الاحمر الفاتح ده السيتوبلازم، لان انا هنا عملت الصبغتين مع بعض على فكره، مش الجلايكوجين مش بيستسكارمين بس، انا عملت هيماتوكسيلين اندوسين ورحت هضايف عليهم بيستسكارمين. فالهيماتوكسيلين اندوسين صبغ النيوكليوس، الهيماتوكسين صبغ النيوكليوس باللون الازرق، وصبغ السيتوبلازم باللون الاحمر الوردي ده، لكن الغامق ده باللون الاحمر ده وحبيبات ظاهره بشكلها دي البيستسكارمين لما حطيتها صبغت الجلايكوجين جرانيولز. هنا بالالكترون باللايت مايكروسكوب برضه، بس دي في الليفر، في الكبد. الكبد بيتكون من وحدات اسمها فصوص الكبد، كل فص منهم فيه سنترال فين، وبيطلع منه الخلايا على شكل صفوف كده بسميها كوردز اوف ليفر او احبال خلايا الكبد. كل حبل عبارة عن مجموعة من السل، ادي خلية كبدية جنب خلية جنب خلية جنب خلية. لو مسكت الخلية دي هلاقي هنا دي بقى مصبوغة بقى بالجلايكوجين بالبيستسكارمين بس، بالبي اي اس، صبغها بالبي اي اس، ما صبغتش بقى معاها هيماتوكسينين اندوسين. فمكان النواة والسيتوبلازم بيظهر باللون الابيض اللي انا شايفه ده، اللون الابيض ده مكان النواة نيوكليس. طب مين اللي حواليها منقط ده باللون البنفسجي الغامق ده؟ ده الجلايكوجين. بي اي اس اختصار لصبغه اسمها بير ايوديك اسيد اتشيف، بير ايوديك اسيد اتشيف، فالبير ايوديك اسيد اتشيف بيصبغ برضه جلايكوجين. هنا بقى بالاي ام بالالكترون مايكروسكوب بلاقي النقط دي اللي هي واخده تجمعات عامله زي الورده كده او لها، فده كل ده جلايكوجين جرانيولز. محدش يقول لي بقى ده رايبوزومز، ها الريبوزومز ما بقاش كثيف كده على بعضه، ما بقاش ملموم قوي كده، الريبوزومز بيبقى مفروض شويه، تمام؟ فهنا لما يبقى التكتل ده موجود عامل زي الورده كده، اعرف ان ده معايا الجلايكوجين جرانيولز. طيب الليبيد، الخلايا الدهنيه بقى، دي خليه مخزنه ليبيد وهناخدها في الكونكتيف تيشو بالتفصيل. فات سيلز دي لها شنطه واحده بس اللي هي الكبيره دي بتخزن الدهن، فبسميها الخليه الدهنيه، اديبوس سيلز. حواليها غشاء رقيق قوي من السيتوبلازم، وبعدين السيل ميمبرين بتاعها، والنواه بتاعتها قاعده في الحرف اهي، بريفري وفلات منفلطح. اجي الخليه الثانيه الاقي نفس الكلام، شويه سيتوبلازم و نيوكليس اهي، والفراغ الابيض ده مكان الليبيد اللي هو ظهر ابيض، ليه ظهر ابيض وفاضي كده؟ لان الليبيد ديسولفد اثناء الهيماتوكسيلين اندوسين.
لا انا عايز بقى اشوف الليبيد ده. قالك نحط صبغة خاصة للليبيد اللي هي اوزميك اسيد، اللي هو ظهر بلون اسود الليبيد، لكن النيوكليوس والسيتوبلازم ما ظهرتش. يبقى انا اللي انا شايفه هنا الليبيد بس. وسودان بلاك على فكرة بيظهر نفس الشكل ده، فاوزميك اسيد او سودان بلاك. طيب قال لك لا انا عندي سودان 3، سودان 3 بتخلي الليبيد بلون برتقالي اورنج ان كلر، تمام. يبقى انا هنا الليبيد ليه صبغتين، اوزميك اسيد باللون الاسود وسودان 3 باللون الاورنج. نيجي بقى للنيوكليوس. طبعا هنا النيوكليوس والنويه نيوكليولس، وادي النيوكليار انفلوب، وادي نيوكليار بورس، تمام. احنا هنا النيوكليوس اهي اكتر حاجه غامقه، بس هنا ما اعرفش واخده لون احمر ليه غامق كده، فما لها، لكن ده السيتوبلازم اهو. لما اشوف النيوكليوس في الاي ام اهي المنظر بتاعها. هنكبر الصوره دي، اكيد متكبره هنا اهي. فبلاقي النيوكليار انفلوب اوتر نيوكليار ميمبرين اللي انا ماشي عليه ده، وهو ده عليه الرايبوزومز او بولي رايبوزومز. وشوف داخل في قلب او متواصل مع الراف اندوبلازميك ريتيكولم في بورز، في فتحات. اخش جوه الاقي فيه كروماتين غامق، ده بسميه هيتيرو كروماتين، والاقي فيه كروماتين فاتح بسميه يو كروماتين. اللي هي قدامي دي رقم 2 دي اسمها النيوكليولس، النوية محاطة بكروماتين اللي هو بنسميه هيتيرو كروماتين، بس ده جنب النواة النوية، فبقول عليه نيوكليولس اسوشيتد كروماتين، يعني الكروماتين المصاحب للنوية. واللي بره ده بسميه بريفرال كروماتين. طب واللي في النص ده اسميه جزر كروماتين، ايلتس اوف كروماتين. لكن الهيتيرو ملوش الايه التوزيع دي، تمام. يبقى ده اللي هو تركيب النيوكليس. دي برضو نفس الكلام للنيوكليس، ومعايا الراف اندوبلازميك ريتيكولم، عندي معايا الميتوكوندريا، ده النويه نيوكليولس، ده هنا مليانه يوكروماتين كتير قوي عن الهيتيرو، يعني الهيتيرو قليل مع كومباريزون مع اللي فاتت دي. اللي فاتت دي شايف الهيتيرو عامل ازاي، كتير وكوندنس، لكن هنا الهيتيرو قليل واليو كتير. نفس الكلام برضو اهو، هنا بقى عليه الداتا، كانت الميتوكوندريا راف اندوبلازميك ريتيكولم نيوكليولس، وادي يوكروماتين اللي هو الكتير ده، وهيتيرو اللي هي الصغير ده. يعني انا لما اجي اشوفها كده واشاور لك على الحاجات دي هتقول لي ده هيتيرو اللي هو مكثف، ده يو، دي نيوكليولس، تمام، ده ميتوكوندريا كله الصغير ده، وادي الراف اندوبلازم كريتيكولم كتير اهو قدامي هنا. يبقى دي النيوكليوس والنيوكليولس، ده تكبير قوي بقى خالص اهو، ظاهر فيه الراف اندوبلازم كريتيكولم. شوف الالكترون ميكروسكوب بيعمل لي ايه، بيوصل لي لداتا كويسه جدا. وادي الميتوكوندريا، وادي النيوكليار انفلوب اوتر وانر. طب الغامق ده هيتيرو كروماتين، الفاتح ده يو كروماتين، وهنا النيوكليولس ظاهره قدامي بالداتا بتاعتها البارز فايبروزا وبارز جرانيولوزا اللي هي ليها. هنا الصوره للميتوكوندريا الاوتر ميمبرين وانر ميمبرين وكريستيا راف اندوبلازم كتير عليها رايبوزومز، وادي الاوتر نيوكليار انفلوب عليه رايبوزومز. دي رسمه للصوره اللي فاتت دي بحيث ان احنا نشوف الداتا اللي عليها. هنا ده هيتيرو كروماتين اللي هو الغامق، هنا بارز جرانيولوزا اهي ظاهره، والجزء ده بارز فايبروزا، وادي النيوكليولس دي النويه، وادي البولي رايبوزومز اللي هو فين في الصوره فوق هنا اللي هو ده اللي هو بينهم ده، ده اهو شايف ده. وخلي بالنا من الفرق بين ده وبين الجلايكوجين فوق، الجلايكوجين كتله كده، حته كتله مكعبره كده في بعضها، لكن ده شايف الرايبوزومز ظاهر كده كل واحده لوحدها، هي شايف كل واحده لوحدها. ده كان ده دايجرام طبعا بيوضح لنا الكلام ده. دي هنا بقى بنودي النوعين اللي هي بالالكترون مايكروسكوب بقول عليها اكتيف فيزيكولار نيوكليس، دي باللايت مايكروسكوب ادي النواه اهي، وادي النويه نيوكليولس. شايف النواه منوره ازاي؟ لان فيها هيتيرو قليل ويو كتير، فبتظهر مون فيس او اوبن فيس او فيزيكولار، فبتظهر منها الكروماتين ظاهر بشكل. دي برضو ميتوكوندريا اهي اللي انا واقف عليها دي عشان برضو الصوره نكون لامين فيها كل حاجه. دي نيوكليولس ادي النويه اهي، ده هيتيرو كروماتين، ده ايلتس اوف هيتيرو كروماتين، لكن الفاتح ده يو كروماتين.
دي اللي هي الخلية النشيطة، وشوف الميتوكوندريا اللي حواليها كتير لأن هي نشيطة. لكن دي بقى ستيند نيوكليس عكس خالص، شايف إن وغم إزاي كئيبة على نفسها لأنها ما بتشتغلش. فأنت كده دكتور فتح عيادة وما بتشتغلش، أو دكتورة فتح عيادة وما بتشتغلش، بتبقى كئيب وبتبقى الدنيا فيك مسودة ومش مقتنع بحالك، وعمال تتكلم كلام ملوش أي لازمة. هنسيب الموضوع التاني ده في وقته، لكن كده نكون الجزء بتاع السيل اتراجع في العملي. ثانك يو فيري ماتش، بالتوفيق إن شاء الله. بس قبل ما أمشي أبص على الصورة بتاعة الكتاب العملي أهي. آدي النواة برضو، آدي اللي ورا ده النيوكلير انفلوب، ده النيوكلير بورز فتحات فيها، ده هيتيروكروماتين، ده نيوكليولس، وادي نيوكليير اسوشيتد كروماتين، ايلتس اوف هيتيرو كروماتين، ده بنسميه بريفرال كروماتين اهو علينا ده، وده بنسميه نيوكليولس اسوشيتد كروماتين من بره الراف اندوبلازميك ريتيكولم. ده اللي موجود عندكم في كتاب العملي. ف هنقف لحد هنا كده، نكون خلصنا الخلية بالتوفيق ان شاء الله. تمنياتي لكم، ما تنسوناش بالدعاء، وما تنساش تشير القناة على قد ما تستطيع لزملاتك وتعرفهم عليها، لأن أهو صوتي راح عمال معاكم ساعة بتكلم، فما تضيعش تعبي هباء منثورا. عايز دعوات حلوة، عايز استفادة أكتر، وناس تذكرني بالخير. تمنياتي لكم بالتوفيق. Thank you very much.